كابتن نادي فاركو رامي صبري مع زميلنا محمد غندر بعد الفوز النهارده وبعد قيادته لدفاعات فاركو وغياب مودي وعبد الله بكري الاثنين الشركاء معاه في خط دفاع الفريق. فتعالوا نشوف قال ايه ونرجع نكمل كلام. عودة مرة أخرى لاستاد السويس الجديد وعقب فوز نادي فاركو على نادي المصري، يسعدني أن يتواجد معي نجم خط دفاع نادي فاركو رامي صبري. رامي مبروك الفوز، مبروك الروح اللي احنا شفناها في مباراة النادي المصري. الحمد لله طبعا، ألف مبروك للرجالة اللي لعبوا النهاردة، طبعا اللعيبة بشكرهم جدا جدا، وبشكر مش هقول كلام تقليدي اكيد لا، بس انا بشكر فعلا الاداره دي، فعلا الناس محترمه جدا جدا ويستحقوا احسن من كده، ويستحق نادي فاركو يبقى في مكان احسن من كده فعلا بجد. الفتره اللي فاتت كان غايب عننا توفيق، كان في اداء اكيد بس كان غايب عننا توفيق. النهارده الحمد لله الحمد لله اداء وتوفيق ومكسب حاجه تفرح يعني، الحمد لله رب العالمين على فرقه كبيره طبعا زي النادي المصري. لم يتأثر نادي فاركو بالغيابات العديدة والمؤثرة، وخصوصا ما أعتقد خط الدفاع بالكامل غايب في مباراة اليوم. الحمد لله طبعا كل واحد يعني، سواء مودي عبد الله بكري طبعا لعيبه كبيره طبعا مؤثرين معانا جدا اكيد طبعا، بس الحمد لله رب العالمين. احنا عوض موجود عمل ماتش هايل النهارده، عزمي انكاده الناس كلها، مش عايز انسى حد بصراحه، الناس كلها النهارده هايلين ما شاء الله. غير كده طبعا كابتن طارق العشري يعني انا اكيد هتبقى شهادتي فيه مجروحه لانها لعبت معاه قبل كده كتير في انبي طبعا. الروح والعزيمه والاداء في المحاضره ادى روح للعيبه ان هي عايزه يعني، المفروض كنا نلعب امبارح في المحاضره بتاعت امبارح والله. فالحمد لله كابتن طارق طبعا اكيد مدرب كبير، مش انا اللي هتكلم عليه طبعا اكيد، في نظام معين بيلعب بيه وتكتيك معين بيلعب بيه، قدرنا النهارده ان احنا ننجح فيه. الشوط الاول كنا نطلع كسبانين 3-4 على الاقل، الشوط الثاني برضو ضغطنا شويه بس الهجمات المرتده كانت لينا، كان ممكن تفرق، كنا نطلع بسكور النهارده، بس الحمد لله طبعا اهم حاجه 3 نقط. رامي بالطبع انتوا لاعبين كبار واصحاب خبرات، الكابتن طارق العشري بيلعب بشكل وتكتيك معين منذ ايام، راح على الكابتن ايهاب جلال بشكل وتكتيك اخر، يعني يميل ان كنتوا بتبداوا من تحت وبتحضروا من تحت، ازاي قدرتوا تستوعبوا بسرعه تغيير الفكر ما بين الكابتن ايهاب جلال والكابتن طارق العشري؟ طبعا انا بحب اشكر طبعا كابتن ايهاب جلال، طبعا ده مدرب كبير جدا 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 يعني، مش هتكلم عليه لو فضلت اتكلم من هنا لبكره اكيد لا. كابتن ايهاب جلال مدرب كبير طبعا، بس كان جايب عنه التوفيق. اللعيب الكويس يبقى شبه يعني، هو اللي اقلم نفسه على المدرب. مدرب عايزنا نبدا من تحت هنبدا من تحت، كابتن طارق النهارده بيلعب بسيستم معين هنلعب بيه والحمد لله نجحنا فيه. اكيد اللعيب الكويس هو اللي بيجبر المدرب ان هو يلعب باي طريقه، مش هتفرق يعني طريقه كابتن ايهاب اكيد طريقه محترمه، تلعب كوره من تحت عشان تفنش. النهارده برضو هي نفس الكلام، لما بناخد الكوره الثانيه بنستحوذ وبنلعب كوره عشان نوصل للجول، وده اللي حصل النهارده. اكيد ممكن يبقى الطريقتين مختلفه، بس في الاول والاخر انت 11 ضد 11، هي الفيصل في الملعب مش الفيصل في طريقه لعب 4-3-3 ولا 3-5-2 ولا 4-2-3-1، لا الفكره كلها في الملعب، انت يوم اليوم النهارده بتاعك ولا مش بتاعك. الحمد لله النهارده اليوم كان بتاعنا كلنا الحمد لله. بتاعكم الدقيقه 26 من بعد 26 ثانيه. الحمد لله هو كابتن طارق قال لنا بلغه الكوره كده، نركب الماتش من اوله، اول كوره لازم تاخدها ولازم الحمد لله طبعا توفيق ربنا غير طبيعي النهارده الحمد لله معانا، ان احنا في الثانيه 26 نجيب جول في النادي المصري في ملعبه. اكيد الحمد لله انا مش بشكر ربنا طبعا، الحمد لله رب العالمين، وده فرقت معانا والماتش ده فرق معانا، لان السنه دي الدوري صعب جدا 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 جدا، محدش عارف مين اللي هيكسب، محدش كله يعني مفيش حد عارف ايه اللي هيحصل بكره، بس في الاول والاخر ده ماتش بثلاث نقط خلاص، النهارده خلص نقفل الصفحه، نفكر في ماتش عندنا ماتش كبير، الماتش اللي جاي ماتش الزمالك. اي لعيب في مصر بيبقى نفسه يلعب اهلي وزمالك وبيراميدز، الماتشات الكبيره دي هنحضر طبعا خلاص، فرحنا النهارده وبكره اجازه، بعد بكره هنيجي نحضر ماتش الزمالك. ماتش المصري خلص خلاص، وحش حلو الحمد لله رب العالمين، ونفكر في الماتش اللي جاي ان شاء الله، لان النادي ده بصراحه متوفر فيه كل حاجه للنجاح، سواء اداره. انت قلت كلمه جميله، اي لاعب يتمنى اللعب في الاهلي والزمالك، وهاجي عند رامي تحديدا يتمنى اللعب فين؟ فاركو.
فاركو الحمد لله. تهرب؟ لا لا لا، انا مبسوط هنا، انا مبسوط هنا جدا. نادي محترم، مستر عز ومستر جون، لا 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 الناس دي محترمه بزياده. مش هينفع اتكلم عشان محدش يقول لك ده رامي بيتكلم وبيميز. لا الحمد لله انا بلعب من ساعه ما جيت، الحمد لله رب العالمين. النادي ده فعلا بجد لازم يبقى في حته احسن من كده، لان الناس اللي فيه فعلا بتفهم في الكوره جدا 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 بصراحه، ناس بروفيشنال جدا. فالنادي ده ان شاء الله ان شاء الله السنه دي باذن الله هيبقى في حته كويسه، عشان الناس دي تستحق ان هي تبقى في حته كويسه فعلا. انا صبري بشكرك جدا وكل التوفيق لك في القادم والنادي فاركو. شكرا، ربنا يخليك يا حبيبي حبيبي. ده كان لقاءنا مع نجم خط دفاع نادي فاركو رامي صبري. عقب انتهاء مباراه نادي المصري ونادي فاركو وفوز او الفوز الغالي لفريق فاركو على النادي المصري بهدفين مقابل هدف من السادس السويسي الجديد، والعوده مره اخرى للاستاد مصر. بشكرك يا غندر، شكرا جزيلا.